جمهور الكلوب مرحبا بكم، الناس اللي جينا على الباج لي كلوبيست كيف كيف مرحبا. ماتش اميكال الكلوب ومنتخب ليبيا ليكيب ناسيونال ليبيا من الجورجاني سالت بلامين، مرحبا بكم مره اخرى. ومعنا اليوم ان شاء الله في الماتش كنا غصن المرسني. مرحبا غصن بك اكثر، ولا كما قال زميلي معز un match de préparation mais ma ta femme a une trêve ou ta vous connaissez bien la raison et participation de l'équipe nationale Coupe d'Afrique هذاك علاش دونك غصن عندنا شويه جوارات مش موجودين. فوالا كيما مثلا كيما عندنا الحسني، عندنا مين، عندنا الكارديان صفر يعني اللي موجودين توا في اون ايكيب ناسيونال باش يحضروا الجوت نتاع الكوب دافريك. اكزاكتومون نمشيو دونك نمشيو ليفيكتيف نمشيو ليفيكتيف غصن عطيني لا نتاع ليبيا ما يسالش. نتاع ليبيا عندنا كابيتان ديكيب نيميرو 15 محمد سعيد، عصام الشفتي، وسام الزاوي، مفتاح بن يونس رقم واحد، عبد الله فيشا رقم 6، رقم 6 رجب شوشان 18، ربيع الحر 2، محمد موسى نيميرو 4، مروان الفزاني 12، اسامه بدري 9، مفتاح الزابتي 17، خير الدين زيد 11، علي البرناوي 19، محمد رناوي 8، زيد السلطني 3، اي محمد زقلام اي زقلام ولا زقلام اي، وعز الدين عموره 13، وعصام شكري 6. يبدا الطرح دونك توا هذا الكره عند البوسيسيون دونك تبدا بها ليبيا ونتبعوا مع بعضنا بالطبيعه غصن الطرح. فوالا دونك الكره عند المنتخب الليبي، نعطي التشكيله نتاع النادي الافريقي ما يسالش. نحن توا نتبعوا نحاولوا نتبعوا مع بعضنا غصن نعرفوا الاسامي توا جاونا مالوريزمون. المنتخب الليبي وصل المخر عند رقم 9 بدري وتاخذ الكرة عند الأربعة ويعدي البيفو والكرة متعدية. عطاو نعملوها سهلة، الأسامي صعبة علينا شوية، عطاو نمشيو واحدة واحدة. دونك هما توا سونتون تران دو شيرشي لانترفال، فهمت؟ يلعبوا بون سيما تاكتيك كلاسيك، يلعبوا شوفوا نحن الكرة عند ليبيا بالطبيعة، لكن نشوفوا شوية الفنيات نتاعهم فماشي نحكيو على الولاد سادة بيان سور قاعدة بدات كرة عند بوتفاحة معرف باهية برشا هذا الهدف الأول جيلاني معرف دونك النادي الإفريقي في بالضبط دقيقة و10 ثواني 10 ثواني دقيقة و10 ثواني خذا الانيسياتيف طلع شات ما فماش مور استغل الكرة فجوة ومارك إلا بيان كادغي لو تير ومسجل. السبعة اللي بداوا غصن من شيرك الكلوب اي باشا اللي عندنا معرف فارير عتيق دومي سنتر في الديفونس نحكي ديفونسيف بوتفاحة بوتفاحة رمزي مجدو بارير باهي من مكرم باهي من مكرم بارات الأولى من مكرم بارات الأولى من مكرم عودنا مكرم يعني بونتو الأول من عند جوكي قلنا ولا جيلاني معرف تصدي ممتاز من مكرم الكرة عندنا توا الكرة عندنا يدخل يسري وباية من بوتفاحة باية من بوتفاحة الجوار تري بروميتير فوالا 2-0 للنادي الافريقي عندنا زوز دقائق لعب دونك توز امور زاتاك غصن دو بيوت للكلوب فوالا ثيم شيء معنا في الديفونس عبد الحق بن صالح يلعب بلي الكرة تمشي بالطبيعة بالليبي تسعة البدري يخوها من عند الأربعة موسى بدري نخر كيفو يلعب مع موسى مرة أخرى البدري عبينو ويتحسب عدا الأفونتاج يتحسب مع ساتيراج منطقة صفراء لجيلاني معرف كرة للنادي الإفريقي رمزي مجدوب اللي يحضر اللي عبد الحق بن صالح يلعب بارير يلعب بارير ودومي سنتر يوسي الغالي ما عندناش بيفو بون يوسي الغالي يدخل بيفو سيدة معلومة يلزمنا نقولوها اللي ديان ركرو جديدة نتاع الكلوب موجودة على البنك ونتصوروا باش ياخذوا طون جو مع الولاد باش تصير الانتجراسيون هي لما حالة غصن نخلي نكملوا الاكسيون تمشي المجدوب والهدف الثالث
ترويزيام بوت 3-1 رمزي مكتوب هو اللي سجل الهدف الثاني. الهدف الثالث عن الأولاني جيلاني معرف جيلاني. الهدف الثاني بوتفاحة والهدف الثالث رمزي مجدود فوالا. كرة عند المنتخب الليبي كرة عند كرة تمشي عند البدري يخرج يلعب مع الفوم تاعو يعاود ياخذ كرة البدري كرة باقية في الاتاك عند ليبيا وكرة ياخذها بوتفاحة يمدها لعبد الحق وفما فوت بالطبيعة يرجع لها الاربيتر تلعب من مكرم تمشي لعبد الحق عبد الحق يمد المجدوب مرة أخرى في البوزيسيون ديلي أحلوة ياسر أحلوة والبونتو أحلوة برشا من المجدوب عندوزيام بيوت المجدوب دونك أربعة واحد في الأربع دقائق عنا يغسل ايه نحسوا فما بطء في الأتاك بتاع المنتخب الليبي مش قاعد يعرف فماش ريبلي ديفونسيف فهمتوا نحس اللي ما فماش البون سينكرونيزاسيون انتر لي جوار هذه الملامح الأولى معناتها الفنية حسب رأيي أنا. بالطبيعة ما فرق ما بين أون إيكيب ناسيونال وأون إيكيب يعني عادية دون لو سونس أن كلوب خاطر بالطبيعة اللحمة موجودة في الكلوب أما في إيكيب ناسيونال هذاك علاش يعملوا لي ستاج وهذاك علاش هما جاوا باش يلعبوا مع الكلوب. مرة أخرى عندنا مكرم لكن فما الفوت جات النوف الأولانية قبل. دونك نذكروا بالتوقيت عندنا أربع دقائق داخلين في الدقيقة الخامسة وباقي 4-1 للكلوب و أي 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 ملا ضربة فلوسنا حلوة هذه عند الأرير اللي هو الأونز الأونز خير الدين زيد خير الدين زيد تمشي الكرة عند الكلوب تمشي البوتفاحة وفما عليه فوت فما عليه فوت 9 أمتار النادي الإفريقي بوتفاحة دون ليسونت تمشي كرة عبد الحق قاعدين يحكيو على شنو ينجموا يعملوا كثير معرف بوتفاحة عبد الحق كروازمون جيلاني معرف جيلاني هدف هذا الثاني نتاع معرف البونتو الثاني والخامس للكلوب 5-1 5-1 النادي الافريقي في دقيقة 6 دقائق يعني اون بون موين لو كان نشوفوا للكلوب غصن حد مي لاتاك باهي قاعدة تخدم لك ديال لاتاك هنا اونكيسي كان سول بيوت دونك باهي حاجة نجاح باهي هما 5 امورس 5 بيوت اي ريسيت نجم نقولوا نتاع 100% افيك 3 اغي من مخيم المسيري تمشي للكرة المنتخب الليبي رقم يدور في الكرة ومكرم مرة أخرى ما كانتش قوية غصن يعني الكرة يطلع بها عبد الحق كرة عند عبد الحق عبد الحق يبدل المعرف والجارديان والباراد يعني لي قلنا 100% طايحنا في البورسنتاج دونك ولينا بورسنتاج أقل 5-1 يقعد سكور النتيجة هي بيدا 5-1 محاولة تضليلها بالطبيعة كانت خدمة حلوة برشا حلوه من خلف الانترفال خلف الانترفال يعني نورمالمون يحط الكره ربون بون كامل في الكارتيه بالطبيعه هو خذاه شويه بالشوت هكاك لكن نحكيو على الكاليتي دو باس اللي خرجت من عنده لا مخدومه بالكلي فما خدمه تحس فما مثلا تمشي الكره باقي عند ليبيا اي استاذ الغصن سامحني وي سامحني غصن قبل ليبي يلعبوا لبرا ما فماش تراغولات يخرج مجدوب يفك الكرة رمزي يمشي ديريكت وحلوة حلوة حلوة امتزاز تكنيك البونتو الثالث نتاعو الهدف الثالث البونتو مجدوب الثالث هذا هو دونك دقيقة 47 ثانية والنتيجة 6-1 للنادي الافريقي 7 دقائق و40 سكوند داخلين في 8 عندنا 6-1 للكلوب قدام ليبيا كرة المنتخب الليبي يطلع حلوة ألو دوزيام بيوت ممتازة من 9 أمتار تلف الكرة عند بوتفاحة عبد الحق عبد الحق يخلي الكرة عنده يغولونس الأتاك فوالا عاد يشوفوا يخرج بناتيك وبتباع باش يدخل يسري يسري الغالي عبد الحق رمزي مجدوب
يوسف دخل كبيفو باستو معتادة يبدل باشا يخرج من الزون نتاعو يدخل الوسرة مع عبد الحق فما عبد الحق والاربيتر ما يقول شيء الاربيتر ما يقول شيء عبد الحق انيسياتيف يعني بيرسونيل حاب ياخذ الانيسياتيف تمشي كونتر ليبيا وفما افيرتيسمون تسعة صفراء الباشا تسعة امتار المنتخب الليبي تعنيق ظريفة باش ما نقولوا سانتوراج ها ظريفة وبرا دونك تاع صفراء بعد يولي هذا الاربيتر يولي خارج في لي دو مينوت مارشي 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 بالكرة يا خويا مكرم طلع كرة موتي دبال جو معرف يهز الكرة بالتفاحة يلعب مع جو مرة أخرى وياخذ جو حلوة برشا يا برشا حلوة من جو حلوة من جو الهدف الثالث جو ثلاثة عندنا دونك مجدوب ثلاثة وجو ثلاثة بالتفاحة ان بوان اللي يمد لنا في سكور 7-2 2 دونك 7-2 باقي عندنا سكور بيدو يعني في ال 9 مينوت 32 والسكور 7-2 للكلوب قدام منتخب ليبيا تمشي كرة للكلوب تتفك يا اخوة تمشي عند باشا والجارديان يا اخوة يا اخوة الجارديان يعني تصديلها دوزيام تروزيام باراد نتاع الجارديان تاع ليبيا وترجع والولاد في الديفونس الديفونس تاع الكلوب تخدم تخدم ديفونس الكلوب دونك الكرة عند المنتخب الليبي وفما فما افيرسمون اخر على مجدو تمشي كرة باقي عند ليبيا وفما يقول باساج اون فورس الاربيتر دونك ترجع كرة للكلوب عند مكرم مكرم البوتفاحة للجيلاني جيلاني معرف تمشي اليسري يدخل ديان دونك هذا ديان اول مره باش نشوفوه نشوفوا لعب ديان يمدها لعبد الحق عبد الحق يمدها المجدوب يدي عليه وياخذ عليها وياخذ فوت ديان معرف يخرج من بقعته المهدبي يكون عند معرف وفما فوت على معرف فما فوت على معرف كرة ديان عبد الحق ديان ديان خلي كرة لعبد الحق التالي يمشي عبد الحق وفما فوت عليه فما فوت فما فوت وافيرتيسمون معاها وراها دونك هذا هي الفوت كنا نشوفوا فيها باقي 7-2 في براتيكمون 12 مينوت دو جو تمشي كرة عند عبد الحق يخيم لها المجدوف وفما فما لا الاربيتر يقول زون زون وترجع الكرة للمنتخب الليبي تمشي الكرة المنتخب الليبي دونك فوالا يعني غصب كان اقحام الجوار السرب دونك ديان ديان رقم خمسة شفناه في الاتاك تو باش نشوفوه في الديفونس باهي 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 ديفونس تصدي باهي ديفونس والكرة تمشي المذبي وقبله يخرج لاريير دونك يقص له الكرة تمشي كرة توش للكلوب عند يسري يسري المذبي يمشي كرة جيلاني عن جيلاني ديان دخلوا في الرويعة ده دمي سنتر تمشي كرة عند يسري يسري جو جيلاني ويخو كرة بيخو الانيساتيف هدف أول بيخو الانيساتيف بي جو جومب يلعب على سقيه يعني في الكرة الأخرانية والأول بونتو مع الكلوب في ماتش أميكال
نستناو بالطبيعه ان شاء الله يجي الخير في لي في لي ماتش اوفيسيال ان شاء الله. دونك عندنا 8 2 13 مينوت دو جو. نتيجه باهيه يا مؤازه بالطبيعه في السيد الكاليتي نتاع الادفيسير خلي يقولوا يعني حتى التو ماريناش حاجه كبيره دونك نعرفوا لي لونغ بول ديفلوبي اكثر في مصر تونس الجزائر خالطه المغرب فما نيجيريا خالطه من تالي فما الكاميرون انغولا انغولا يعني قاعدين يخدموا هذوما فما سادة دي ناسيون اللي مازال الهوند عندهم خلي نقولوا مازال في لي فاز الاولاني لي بال الاولاني عندهم تقاليد عندهم تقاليد كبيره وتايم اوت من ليبيا تايم اوت نذكروا دونك نحن في الجورجاني نتابعوا في بعضنا مع بعضنا دونك الماتش اميكال هذايا تاع لو كلوب وليبيا دونك سي ان بون تيست بالنسبه للولاد في ان مومون دو تريف اللي باش يتوالى شويه حتى لين ليكيب ناسيونال في مصر ان شاء الله تلعب الجوت هذايا وتروح لنا بالكوب هذايا ان شاء الله داكور دونك 8 2 13 ما تلعب الادوار الاولى يلزم 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 كمان ذاك يقعد هو موراه كبير المنتخب التونسي تروفي كونتيننتال عنده قيمته حتى المرتبة الثانية ما تساعدناش لازمنا نروحوا بها ما تساعدناش في معناتها التقاليد اللي عندنا والنيفو اللي عندنا والجمعيات اللي عندنا والجوار وقيمة ال دونك قيمتها حتى هي يعني حتى تو الكوب دافريك يعني دي ناسيون وليت الناس تبع فيها كيما نتاع الكان بالضبط يعني نسيت كيما الكان وما تنساش اللي فما زاد فما دول اخرى فيهم فرق اخرى اللي ولات زاد تنافس وتاخذ في تاخذ في الجوارات من عندنا احنا دونك كيما لو شامبيون فرونسي عندنا فيه با مال دو جوار يعني مغربان فما برشا جزيريه فما برشا توانسه توانسه عندهم سمعدي عندهم عطاو مردو بي نرجعوا للعب غصن نرجع الكرة المنتخب الليبي كنا في تايم اوت كرة توصل لزيد ومكرم مكرم مع زيد وخرجها خرجها الهدفي اي مهدفي حلوه كالعاده حلوه كالعاده حلوه من المجلس تكنيك حلو بالطبيعة هذه يعني الكرة اللي يحبها يعني المهدفي وقت اللي يخرج يخرج يلقى روحه في سيتياسيون كيما هكا عنده برشا صنع رابيد رابيد برشا تبارك الله بجيس تكنيك حتى الكره في الى اليميني لو غارديان تمشي الكره عند 9 2 14 35 هذا هو التوقيت نعاودوا لي انتم معنا على لي كلوبيست تبعوا في ماتش وباهي باهي ترازيام بوت هدف الثالث منتخب الليبي 9 3 9 3 مكرم يلو مع الديفونس ترجع كرة للمهذبي مهذبي جو جو مدى باهي 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 الفراب حلوة حلوة الفراب وفما وراها فوت فما وراها فوت فما فوت يعني قلنا غصن اللي الولايد هذا حكينا على الانتجراسيون يعني كانت ان جيست حلو كنا بدينا الحكايه ما كملناهاش تيغ اون ابوي بي ابارامون عنده مؤهلات فنيه بي مؤهلات بدنيه ست جوار يعني كونفيرمي عنده حتى كي تمشي تشوف ان شاء الله يعطينا الاضافه بالمارس نتاع الاندماج ان شاء الله يندمج تدريجيا في صلب الموضوع قلت لك يعني نرجع للحكايه اللي حبيت نحكيها انه جاي للجورجاني نهار الاحد تفرج في الدربيات نتاع لي دومينيم و جو عجبه يعني شاف شاف انه شاف الامبيونس شاف جات في يسري الغالي مالوريزمون ان شاء الله لاباس يسري ان شاء الله لاباس يسري ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس يسري هو مضروب الولاي توا ان شاء الله لاباس يسري قلت لك يعني جا شاف شويه جو نتاع لي ديربي شاف شويه الامبيونس نتاع الاجواء سالت بالطبيعه بالامين بالامين وهذا يعني كان ان مويان تخيز افيكاس اي بالطبيعه تخيز افيكاس باش يدخلوا يعني في جو هذا هو في جو ليكيب بصفه عامه الاكسترا ترجع ليبيا 15 22 9 3 للكلوب كرة ترجع للمنتخب الليبي تمشي كرة للبرناوي ترجع له البرناوي يا اخوة زيد زيد يطلع ليه مدى البرناوي تخرج توش توش للكلوب
الاولاد يخليوا كره عندهم في بلاصه يزربوا يطلعوا كره في الاقل. دونك اتاك باش يبنيوها من جديد. كره عند المهدبي اللي يخرج من الزون نتاعو يصري في بلاصتو تبع اون انفيريوريتي نوميريك للكلوب. طلعت ليبيا وعبد الحق يعني فما انفيريوريتي نوميريك بالنسبه للولاد 9-3 سيتواسيون تاع انفيريوريتي نوميريك باش فيها يعملها الكلوب ومدها اليسري باهي من عبد الحق وفما نف فما سيت فما سيت للكلوب. دونك حلوه الكره كيفاش خلاها عنده يسري بطبيعه طلب الكره من عند عبد الحق. عبد الحق خلاها ومدها له وبطبيعه جيب 7 متر جيلاني و10 3 10 3 جيلاني 10 3 للكلوب قدام ليبيا. كرة ترجع للاتاك ليبيا. دونك تمشي الكرة للبرناوي البرناوي الزايتي ترجع للبرناوي برناوي زايد زايد وباهي من الديفونس يا خوا مهدي المجدوب يا خوا دان عند الكرة المعرف عبد الحق. عبد الحق يمدها لجو حلوة حلوة 11-3 داش 3 من جو. دونك فراب حلوه من جو على الناف وعلى سقيه يمارك البونتو 11 للكلوب في 17 46 داخلين في 18 minute. دونك عندنا 11-3 الكره باقي عند ليبي تمشي الكره الستة اللي هو سبعة. فيشا وسبعة شكري شكري ويا خويا البرناوي ترجع له الكره باهي ديفونس من الولاد غصن ديفونس باهي يلعبوا 06 وشوت وتضرب تضرب دي ديفي وتدخل تدخل. دونك صافي 11-4 كره عند عبد الحق يمشي عبد الحق ليه مد المجوبة حلوه وذكيه وشبابه حلوه وذكيه وشبابه كلها مع بعضها يعني الاولاد طلعوا كره بزربه خلينا نقولوا مش بزربه دون لوسونس معز الهدف الرابع المجدوك. دونك الكاتريام بيوت المجدوك دوز كات. دونك في 19 مينوت دو جو بريمير مي تون سالف الجورجاني لو كلوب ليبيا على ربيطة حبان النادي الافريقي لا ليغ كيوبيست. نتبعوا بعضنا في الطرح هذا ويطلع البرناوي وشوت وفما فوت نوف عليه من الاول فما نوف عليه قبل ترجع كرة للتبيعة يا اخوة الشوت وباية من مكرم مكرم يا اخوة تمشي كرة المدبي ما يخرجش عليها تخرج تلعب من جديد لليبيا كرة تمشي للشكري عند البرناوي ترجع للبرناوي يطلع يمدها لشكري شكري يمدها لفيشا شكري ديما فما محاولات فردية بالطبيعة ما نجمش يعني يبني مع بعض كما قلنا الكرة عند برناوي وتهرب منه لكن الاربيتر يرجع للفوت 9 متر فما النوف اللي موجودة غاديكا عطاها الأولانية لافونتاج باش يكمل اللعب لكن الكرة يوقفها وفما مسحان القاعة بالطبيعة باش الأولاد يعني لي دوز إيكيب منا اللاعبية نتاعهم منا ولا منا ما يزلقوش. تفادي الإصابات تمشي الكرة عند برناوي الكرة تتفك ترجع للنادي الإفريقي ما يزربش عبد الحق طلع الكرة في أتاك مبني عبد الحق ويحط عبد الحق هيا هيا على البوتو على البوتو تمشي الكرة مرة أخرى لليبيا يخرج وفما مكرم والبر برا برا
برا شوطة البرا شوطة البرا تقعد 12-4 12-4 سكور في 20 مينوت 45 سكوند باهي باهي لانشينمون باهي من المهدبي باهي لانشينمون من الأولاد وباهي من المهدبي سانو في 13-4 13-4 للكلوب باقي في الكلوب 21 دقيقة غصن نتصور الكلوب رو ليبر ما فماش يعني ريزيستانس كبيرة فماش ريزيستانس في أسانسوني كلعبة ديجا 9 بوان ديكار 21 دقيقة 13 بوت ماركي و 4 بوت انكسي بركة معناتها فما ملامح باهية فما دي بون يدخل 20 زقلام كرة عند 7 شكري فيزيكمون اون بيان دونك شكري مد البرناوي ترجع البرناوي يا خويا يحب يلعب مع البيفو وتخرج يا خويا حمزة يمشي حمزة شو مش يعمل يعاود له يعاود له سهلة برشا باهي سهلة دونسونس هذيك نتاع حمزة 14-4 21 دقيقة 50 سكوند صعيبة تصعب ياسر كرة كمان هذيك على الجارديان يا غصنا رفليكس 22 مينوت و 14-4 10 بوان ديكار للكلوب قدام ليبيا كرة تمشي شوطة والكاتريام بوت كاتريام بوت ليبيا من البرناوي 13 كرة تمشي للبوتفاحة يمشي عبد الحق وفما فوت فما فوت يعني كما شفنا مع قبلك ديان حتى مع عبد الحق فما بعد ساعات شوية اجريسيفيتي دونك من ليبيا سي نورمال دونك ثلاثة يخرج اللي هو سلتني يخرج الكرة عند الكلوب دونك 14-5 في 22 مينوت 30 سكوند كرة عند جو تمشي الكرة لعبد الحق بالتفاحة معرف بالتفاحة معرف ويخرج المذبي يلعب مع مرة أخرى حلو المذبي باهي فما سادة الادفرسير معاه معرف بالتفاحة ويا يعني كويا لكن برا من بالتفاحة يعني سين اوكازيون للوليد هذا اللي سو كونفيرم كل ما فما ماتش يلعب شوية ياخذ وقت شوية سي لو طون باش نانتيغريوها نعطيو اكثر وقت قيمة تعرف الناس الكل بوتفاحة اللي هو صغير يلزمو وقت يلزمو يلعب وقاعد مع الجروب نتاعو قاعد يتقدم في الروندمون 14-5 23 مينوت 30 كرة عند ليبيا تمشي 20 زقلام مدة 6 فيشة ترجع السبعة شكري يعاود ياخذ كرة شكري فما فوت عليه تمشي للكلوب باش يلعب مكرم يمد لعبد الحق عبد الحق يمد باهي من بوتفاحة تو كنا نحكيو عليه يعني بوتفاحة ويكونفيرم بالجيست هذايا الكرة كيفاش تلعبها في الانترفال تخلق ذا كورتو ذا من عند عبد الحق اون بون فيزيون من عبد الحق الليكتور صحيحه للجو ويدخل ويلقى روحه بالتفاحه اون بوزيشن في الانترفال يحط الكره في بلاصتها كما نقولوا غصن غصن 15-5 25 مينوت قريب شنو وصلوا عندنا 2 مينوت يعني بالنسبه لليبيا يلعبوا اون انفيريوريتي نشوفوا كيفاش يتعاملوا مع السيتياسيون هذيا دي فورس افونسي يعاود يدخل الجوار ترجع ليكيليبر نوميريك يا خويا حمزة يمشي حمزة ومرة هذه بدلوا كي ياسر حمزة يعني الجارديان استنى الكرة كالعادة هزها بيه يعني هذا هو الخبيثة في الكرة يعني عرف شنو يعمل والهوند كله حسابات وكله قراية دونك هذاك علاش بدلها له خلينا نقولوا الكرة نتاعها اللغة لغة الكرة دونك بدلوا البقعة وذكية منه فريمون ذكية من مهدبي حمزة وفما تايم اوت تاخر شكون طلب التايم اوت لا ما فماش ما طلب حتى واحد جوست على سالا نسبا
25 يلعبوا 25 يلعبوا 25 25 دونك مش 30 اذا علاش نحن مبتنا لا فما التايم اوت حتى ما عليناش دونك الكره باش تحاول شوطوا الكره تتشات ويوفى الميتون على 25 على بلوتو 16 5 دونك للكلوب تصدم 9 فرق 11 بونتو غصن حق لا 11 بونتو فرق 9 11 نحصلوا دوزيام ميتون نقعدوا مع بعضنا نرجع لكم ان شاء الله مع دوزيام ميتون ومع رابط تحبان نادي الافريقي لاري كلوبيس في الريترانسميسيون ديريكت لايف سليميك من سالة البرجاني.
نرجع مع بعضنا من سات الجورجاني للدوزيام ميتون تاع لو كلوب وليبيا المنتخب الليبي جوست السكور 16-5 للكلوب في البريمير ميتون. ترجع كره للكلوب دونك اون بوزيسيون دو لا بال فما ديان عند بوتفاحة معرف ديان للمعرف يا خويا بوتفاحة تمشي ديان مرة أخرى باهي على ساقيه باهي تخريج البوت هاي 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 برا من باشا يقعد سكور 16-5 يقعد سكور 16-5 دونك فما بالضبط يعني يشوفوا في بيوت ولا لا دخلت الكره ولا ما دخلتش دونك لي دو زاربيتري يقولوا لا 16-5 يقعد دونك بالضبط السكور نذكروا اللي تلعب الميتون على 25 مينوت بركة دونك سيت ان شوا مي لي دو زونترينور نتاع لي دو زيكيب باش يلعبوا الوقت هذاك تمشي الكره شكري من عنده للمونتاج شوشان يخرج العشرين ويخوى مرة أخرى شكري اللي مشى بان فما مرشي الاربيتر يقول ألعب الكرة عند شكري مرة أخرى تخرج وعاود يخوى تتشات الكرة ويخوى دريس اللي شد بلاست مكرم في التزاميتون يدخل فما معرف أحلوة ويتضرب في الدفاع ترجع في كل بي كل الاربيتر للدفاعس عن ليبيا شكري شوشين طبعا الكرة عن ليبيا بتبيع شوشين يرجعها الشكري العشرين يا اخوة زقلم يا اخويا شكري ويتيري فما دريس فما دريس وفما نوف يقول الاربيتر نوف فما نوف يرجع لها الاربيتر دونك الكره ترجع اون بوزيسيون ليبيا 7 شكري مدى 18 وقد عند شوشان مره اخرى وباية من ديفونس كلوب من بوتفاحة وديان مع بعضهم شوشان وفما مرة أخرى نوف ولا لي دو زاربيتر ينبهوا على الجو باسيف دونك يلزمهم يلقاو حل فيسع سينو الكرة ترجع عند الكلوب وشكري هو اللي شافوا الانيشيتيف ويمارك البونتو سيتس يمارك البونتو سيتس 16-6 في 2 minutes 51 في الدوزيام ميتون ويفر تقعد عند دياني مدى للجو يكمل الكرة بالتفاحة وترجع للكلوب في النوف ترجع للكلوب في النوف يعني خرج مجدوب من الزون متاعه باش يلعب الكرة لكن قبل هذاك كان فما نوف ترجع لديان معرف ديان قاعدين نشوفوا يعني في الريكلوب الجديدة تاع الكلوب وكرة شوية بركة تقصد وتقعد عند بالتفاحة تمشي معرف وحلوه ضربه لوطه تاع يعني تحت براتيكمون ساقين لي جوار نتاع ليبيا ولي سكور 17-6 يرجع 11 بوان ديكار في 3 مينوت 4 مينوت دو جو في الدوزيام ميتون كرة في الاتاك ليبيا شوشان للشكري يعني الميم النوامر نتاع مراولهم نتاع ليبيا يعني شوي اي ما تدخلش الكره يعني باهيه من لولانيه بوتو تمشي لدريس ويرجع ديان ياخذ كره مده باهيه حلوه بوتفاحه يعاود يمدها باهيه من باشا وبونتو حلو
19-6 يعني لكتور باهي برشا من ديان ريكرو جديد نتاعنا ومنتدب جديد نتاع النادي الافريقي يعني فيزيون حلوه يخرج علال باشا اللي بجاس تكنيك يحط الكره يحط الكره في الكاج وتولي سكور دونك 18-6 في الخامسة مينوت نتاع دوزيام ميتو كره تقعد عند لاتاك نتاع ليبيا عند شكري اللي يحاول ترجع له من عند شوشان ويطلع تلافة اللي سلتني ترجع الكرة فما سلتني ترجع له الكرة للدوز فزاني وفما فما سات فما سات ومع دو مينوت ابارامون سات ودو مينوت للمعرف جيلاني معرف فما دو مينوت سات متر ليبيا 18-6 5 مينوت 33 وباهي باهي دونك نرجعوا للسكور نتاع 18-7 كرة عند لاتاك للكلوب كرة عند مجدوب برهوم يعني تخلى في الجاميتون غادي نشوفوا فيه مجدوب مجدوب الكرة عند بوتفاحة مد المجدوب ويطلع مجدوب وحلو البرا البرا يقعد 18-7 سكور ترجع الكرة لليبيا ترجع الكرة للسيليكسيون تاع ليبيا وباهي من الديفونس باهي من ديان وباهي من باشا مع بعضهم طلعوا باهي من الديفونس 6 دقائق 30 سكوندا كرة ترجع للشكري شكري الشوشان عند نمر 12 اللي هو الفزاني الفزاني ترجع له شوية لقصة برهومي زقلام زقلام للشوشان للفزاني فزاني شوشان شوشان وتضرب على البوتو وعاود يقوى العشرين زقلام وبونتو ثمانية 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 للنادي الافريقي دونك اللي نلعبو توا اون انفيريوريتي نوميريك في الدوزيام ميتون عندنا بالضبط 7 دقائق و 25 سكوند كرة تمشي البوتفاحة ديان مجدوب ديان حلوة من ديان يفيق بها الجارديان تاع ليبيا ترجع الكرة لسيليكسيون ليبيان في كونتر اتاك وفما مجدوب مجدوب سنتر بوز للسلتني وترجع تقعد الكرة عند ليبيا تمشي الكرة لشوشان شكري تمشي الكرة عند ثلاثة سلتني وشكري وباية من دريس ترجع الكرة وكونتر اتاك للكلوب باية من عبد الحق يمشي وحده عبد الحق ويخوها باشا يكمل باشا ويطلع والجاردان يتصدق جاردان يتصدق جاردان يعني منع الكرة يقعد سكور دونك 18-8 18-8 للكلوب قدام ليبيا تمشي كرة شوشان شوشان ترجع له من شكري تمشي لزيد فزاني فزاني ترجع شوشان يكمل وحده بونتو 9-8 18 للكلوب قدام ليبيا أول مرة سكور يعني ولي 9 بوان تمشي ديان ديان خرج للعبد الحق عبد الحق البوتفاحة يمشي بوتفاحة وفما فوت عليه حمزة
تمشي الكرة للكلوب. ترجع الكرة عند ديان. تمشي لعبد الحق. مد ديان وشوت تضرب. تمشي كونتر اتاك. غايه من باشا يرجع. غايه من باشا يرجع. غايه من باشا يرجع. تمشي كرة عند شوشان. شوشان تمشي لشكري. فزاني. شوشان شكري. وحلوة للبيفو وباية من دريس. ترجع كرة للكلوب وتفاحة. وتفاحة يا اخوة مرة اخرى يمشي عبد الحق يخرج وتفاحة تتقص. تتقص لليبيا. وفما كرة وباية من دريس تضرب فيه وتدخل. تدخل الكرة رغم اللي دريس حب يمنحها. كانت البونتو هذا من نمرو 12 اللي هو الفزاني. واللي سكور 18-10 في 10 دقائق 11 دقيقة لعب في الدوزيامي طو. عبد الحق أبو تفاحة يخرج بارون تتلعب مع ديان. يلعب يعدي ويجي عنده كرة وتضرب على البار وتعود تجي وباية من ديان. 19-10 في الدوزيام ميتون. يخرج ديان ويدخل في بلاصته جو معرف. تمشي الكره باقي عند ليبيا يعني عن تمشي الكره باقي لاتاك في ليبيا. شكري يخوى من عند شوشان. احكي تمشي شوشان شكري وباية تضرب على الترونسفرسال مسها دريس لمعالة لكن كره قويه. ديفو صرخت شويه اون دوزيام ميتون. ترجع الكره لشوشان يلعب ياسر على ساقي الجوار هذا. تمشي الكرة للشكري قدامه عبد الحق يطلع عليه. فزاني شكري واو كرة تضرب في الديفونس وتخرج. شكري يمشي بها ويمد الانترفال. وحلوة تضرب على البوتو. حلوة كانت الخدمة يضرب على يكون كرة في الانترفال يا اخوة. ترجع كرة في لامورس لاتاك في الكلوب. ترجع على البرهومي وفما نوف للبرهومي. فما نوف للبرهومي. عبد الحق جو بوتفاحة. عبد الحق بوتفاحة. جيلاني. عبد الحق يمشي. جيلاني حاب يعمل يعدي البرام تاعو. كرة عند جيلاني معرف. ترجع له تمشي لعبد الحق. يخرج باشا يشكر ابو تفاحة. حلوة منه ويكمل يخلي له لافونتاج الاربيتر. وفما 20 بوت 20-10 للكلوب. باهي الانيشيتيف اللي خداها ابو تفاحة. لعب الكرة على ساقيه ودخل بالارير اللي معاه وحط الكرة اللوطة. يعني كان لافونتاج عطاه له الاربيتر. وبعده بتبيع الاربيتر عطاه 2 مينوت للجوار نتاع ليبيا. 20-10 ليبيا تلعب ناقصة. عندنا 14 مينوت دو جو بالضبط في الدوزيام ميتون.
تمشي كرة لشكري شوشان ترجع يعني يلعب يسرع صغير يرابيد ال 18 اللي هو كما قلنا شوشان زيد شكري يعني تحسن خير الزميتون ليبيا تحسنت خير الروندمون يعني خير حتى في الاتاك وسد الجارديان تاع الزميتون يعني كما شونا في اللونتام تاع الزميتون عمل دي بارات كرة ترجع للكلوب باقي 20-10 في 15 minutes توا كان حسب ما فما في البريمير ميتون يعني مازالوا 10 دقائق على لا فان دو ماتش تمشي الكره لعبد الحق بالتفاحه جو يخرج مذبي يرجع ياخذ الكره من عند معرف حلوه اليسري ويحط الفوق يسري بدل له لونجل الجارديان كان يستنى فيها لوتا دونك بدل له لونجل 21-10 في 15 minutes 30 في الدوزيام ميتون تمشي الكرة عند زايد فزاني زايد شكري زايد فزاني ترجع لزايد يرجع جوار سيزيام جوار متاع ليبيا الكرة تمشي لزايد تخرج تخرج كل الاربيت تتاجع كرة للكلوب تمشي كرة عند مجدو عبد الحق تمشي كرة جيلاني عبد الحق هذبي لو من مهذبي يخرج فما مارشي لكن الكره ترجع نوف لكن حلوه الخرجه نتاعو من الزون نتاعو تمشي لعبد الحق بالتفاح عبد الحق مد الكره لجو يا برا بجو اي 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 برا حلوه الكره لكن برا تقعد 21-10 باقي تاك عند ليبيا باي عبد الحق باي عبد الحق الدفاس تمشي كرة عند شوشان شوشان مرة أخرى عنده فما نورمالمون يزمو زفرة الاربيتر ما زفرهاش وباي من دريس باي البراد من دريس باي ترجع كرة عبد الحق ترجع كرة عبد الحق وفما يمد البطفيحة للمجدوب والجارديان والجارديان تقعد سكور 21-10 في 18 مينوت وبوتو 11 بوتو 11 في ليبيا من شكري من عصام الشكري 21-11 ترجع الكره للاتاك الكلوب تبيع تمشي الكره عند جو يمدها لعبد الحق هذبي حمزه بيكمل ما كملش وحده حمزه تمشي بالتفاحه ترجع البتفاحه مره اخرى باهي كمل فما فوت عليه فما une amélioration في الروفمون تاع ليكيب ناسيونال تاع ليبيا في الدوزيام ميتون يمشي جو ما شافش بالتفاحه وحده تمشي
مشي العبد الحق من عنده سري الغالي يمد الحمزة الليل ويدخل حمزة فما فوت فما دو مينوت معها فما فوت وفما دو مينوت فما فوت وفما دو مينوت دونك 7 متر 7 متر للكلوب يلعب جو ويماركي يماركي في 20 دقيقة نزلونا 5 مينوت كرة تتلعب مرة أخرى في الأتاك تمشي الشوشان شكري وتايم أوت ترجع الكرة للاعب تبيع بعد تايم اوت كرة عند شوشان ترجع له تمشي شكري فزاني شكري والكرة ترجع للكلوب دونك فيها الحمزة حلوة حمزة يخرج بيه ويبدلوا لونجل دونك تولي 22 11 في 10 دقائق لعب في دوزيام ميتون 10 دقائق لعب بلوتو مازالوا 5 دقائق لعب ويوفا طرح حسب الطون اللي تلعب الاولاني بارتي لا بروميير ميتون فما تلعبوا 25 مينوت دونك توا تعداو منهم 20 دقيقة و 50 سكوند مازالوا تقريبا 4 دقائق كرة عند شكري تمشي شكري مرة أخرى عند شوشان وكفران فما 9 شكري ترجع له يخرج الثلاثة سلطني سلطني شوشان شكري شوشان يطلع وحده ويخليها حلو 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 البونتو حلو البونتو من البدري حلو الكرة بتاع شوشان البدري يلعب معاه ويماركي البونتو بتاعه الكرة تمشي في الاتاك للكلوب عبد الحق بالتفاحة مجدوب عبد الحق بالتفاحة عبد الحق فيها. يخرج عبد الحق يخطب الكرة من عنده مجدوب ويهز يلعب مع بوتفاحة حلوة برشا حلوة برشا من بوتفاحة والخدمة متاع الولاد اون موفمون كان تامورس تلعبت الكرة على بوتو لا محل مست في ديفونس تاع الكلوب كان ديفيو من الولاد وتخرج كورنير كورنير في 22 مينوت دو جو 24-12 12 points d'écart للكلوب
ولا ترجع للشوشان عند سلتني، ترجع الكرة تتفك تتفك تخرج من عند حمزة ويرتجع الدفاعس، ترجع الدفاعس كانت فيها شوية بريسيبيتاسيون من الأولاد، رجعت فيسع ليبيا ويخرج مع دريس وباية من دريس، باية من دريس فرادة حلوة. ذكروا اللي بقي عنا قرب دقائق دقيقتين يوفا تروح باية البارات الأخرانية من عند دريس. كرة تمشي لا تاكل كلوب بالطبيعة، تمشي عبد الحق، عبد الحق يراجع التالي لكن تتفك الكرة اللي تعتقد عنده فما نوف نوف للكلوب، تمشي كرة عبد الحق يخوى أبو تفاحة، تمشي للجو، جو عند بوتفاحة مد المذبح لوا في البوزيسيون بتاع كيفو، الكرة ترجعها الجارديان، تمشي لاتاك يا خو سلتني وفما دريس يرجع الكرة، دونك باراد من دريس، عبد الحق عبد الحق نشوف اللاعب يخرج مجدوب حلوة حلوة 25-12 حلوة 25-12 حسب الحساب اللي خرجنا به في البريمير ميتون، نتصور مازلت كان 30 سكوند عندنا توا لعبنا 24 30 سكوند، دونك مازالوا 30 سكوند الاخرانيين تاع تروح الكلوب وليبيا 25-12 13 بوان ديكار. تمشي الكرة عند شوش عند كيف سلتني، شكري سلتني حلوة كانت الخدمة لكن فاق بها مجدوب، فاق بها مجدوب من سوسان، وفال تروح دونك كما قلنا 25-12 الماتش اميكال ما بين الكلوب وليبيا. يعطيكم الصحة، كنت معنا في النقل هذا لايف ستريمينج للترح لي ما بين الكلوب وليبيا، تصبح على خير ونتقابلوا في ترح جديد وفي إن شاء الله تكويرة جديدة سواء في السينيور مع ولا في الصغيرات، وتبقى معنا مع ربيت تحبين الفريقي وليلتكم سعيدة.